هاي الفلاشه اسمها فلاشه ديبيان عاديه. في حين انه هاي الفلاشه اسمها فلاشه ديبيان سحريه. ليه سحريه؟ لانه بفضلها رح نتمكن انه نثبت ديبيان على كمبيوتر او لابتوب مع كرت شبكه غير مدعوم من قبل التعريفات مفتوحه المصدر اما باستخدام الايثرنت او باستخدام الواي فاي. طيب مثل ما لاحظنا انه انا في عندي فلاشتين. ليش فلاشتين؟ لانه الفلاشه العاديه اللي هي موجود عليها ملف الايزو اللي رح نستخدمه للتثبيت في حين انه الفلاشه السحريه هي الموجود عليها التعريفات مغلقه المصدر. اقلعت من الفلاشه اول ما اقلعت طلعت عندي هي الرساله طبعا بالبدايه حددت اللغه وحددت المنطقه الزمنيه وحددت البلد يعني خطوات تثبيت ديبيان العاديه بس بعدين طلع عندي هي الرسالة أو هي الشاشة اللي عمالها تقلي إنه بده يتعرف على هاردوير الشبكة وهذا معناه إنه ما لقى أي تعريفات. طيب أنا عملت شوية بحث وعرفت إنه الكمبيوتر اللي كنت عمال أشتغل عليه هو في عليه منفذ اه إيثرنت بس كرت الشبكة اللي عليه هو ريالتك وكرت الواي فاي كمان هو من انتل هلا انتل في لها تعريفات مفتوحه المصدر بس ليس بحاله الجهاز اللي كان عندي او اللي كنت عمال يثبت النظام عليه فهون جينا بدنا نشوف كيف بدنا نحل هي المشكلة حكينا بفيديو قديم انه ممكن تروح تثبت نسخة صورة غير رسمية اللي عن طريقها بيكون في عندك واجهة رسومية وفي عندك التعريفات او الفيرموير النون فري يعني كلها جاية بشكل كامل ضمن هاد ملف الايسو بس قلت بدي اعمل طريقة تانية بدي اعمل تجربة تانية انه بدل ما انزل هي الصوره الكبيره لحتى اجرب نظام انا بدي ضل على هاد الملف بحد ذاته ليش؟ لأنه هاد الديبيان اللي عملنا اليوم كمان ما هو ديبيان الستيبل المستقر هو ديبيان التستينج أو اللي راح يصير مع المستقبل الديبيان 12 فبحالة التستينج لسه ما في عندي لسه الصور غير الرسمية اللي بتجي مع الواجهة الرسومية فأنا مقيد بإني استخدم هاد الملف ملف الآيزو طيب جينا على موقع ديبيان لحتى نشوف شو بيقول لي موقع ديبيان راح يقول لي نحن هاد الكلام شفناه بالبدايه انه في عندي ممكن اني روح للمور لحتى روح للانستليشن منروح من المور رحنا لقسم الداونلود مع الداونلود راح نروح للداونلود ومنه راح يقول لي انه اذا كان بدي نزل الانستليشن ايميج ولا اذا بدي روح مع التستينج او الانستابل رح نروح للريليس بيج رحنا مع الريليس بيج جينا لقسم التستينج ضغطنا على التستينج وبعدين رحنا لنشوف شو رح يعطيني اول شيء رح يقول لي انه التستينج رح يكون اسمها البوك وورم نحن نعرف انه كل توزيعات ديبيان في الها اسماء طيب من هي البوك وورم بعد ما رحنا للديبيان انستولر بيج راح شوف انه بهذا المكان في عندي الـ Current Weekly Snapshot رحنا مع الـ AMD 64 اللي هي لمعالجات الـ 64 بيت ومن طريقها رح ننزل ملف الـ ISO Testing طيب هذا الكلام حلو درنا نعرف شو هو ملف الـ ISO اللي بدنا نستخدمه، بس وين هي التعريفات؟ وين هي الـ Non-Free Firmware؟ هون جينا نرجع للقسم اللي كنا فيه خلينا نشوف بأي وحدة من الصفحات كنا موجودين بصفحة الـ Getting Debian بآخر الصفحة في عندي هذا المستطيل الأصفر اللي بيقلي إنه إذا كان في عندي هاردوير بيتطلب فيرموير مغلق المصدر فممكن اني حمل الملفات المضغوطة او عمل اللي مثل ما شفنا بالفيديو القديم اني ممكن ننزل صورة غير رسمية مع هاي الفيرموير لا رحنا نحن لقسم التار بولز ومن هون راح اجي ونزل اما ملف التار او ملف الفيرم وير او اما ملف التار او ملف الزيب طيب اذا هاد هذا الكلام راح يعطيني الفيرم وير لسه في عندي تعريفات الواي فاي نرجع للصفحة اللي قبلها اللي كنا فيها الجيتينج ديبيان ورح نروح للرابط اللي هو الانستوليشن جايد جايد رح نشوف انه انا لحتى جهز ملف لحتى جهز الفلاشه الاضافيه او السحريه رح اجي واذا بدي حمل الملفات مباشره رح نجي للرابط الموجود بالقسم 641 فبهاد القسم رح نجي للرابط اللي هو الباكجز وانا عرفت انه كرت الشبكه مثل ما حكيت من شوي اللي موجود بهذا الجهاز هو عباره عن كرت واي فاي انتل فبهاد الصفحه راح اجي ادور على الواي فاي راح يكون اسمها بحاله انتل اي دبليو تي اي دبليو ال وراح شوف انه الفيرموير اللي هو اللي كان اسمه فيرموير داش اي دبليو ال واي فاي طبعا هذا الكلام نحن عمالنا نعمله على التستين بس نفس الخطوات بالضبط بتنطبق على النسخة الستيبل بس ملفات اللي عمالك تحملها راح تكون مختلفة طيب بهاد الفيرموير أنا في عندي في عندي ممكن أني نزل الفيرموير الخاصة بالتستينج اللي بدي إياها اليوم أو إذا كنت عمالي أعمله على نسخة ستيبل بنزل النسخة المستقرة الننف الستيبل طبعا لا ننسى انه نحن هون موجودين بقسم النان فري فرحنا ونزلنا البوك كورم طبعا هذا اخذني لملف لصفحه الدرايفرات واجينا لنهايه الصفحه في عندي الداونلود وقلت له للاركيتكتشر اللي هي اول ونزلنا هاد الملف طبعا اول شي لازم احدد من وين بدي نزله من اي سيرفر فنحن اخترنا سيرفر يكون قريب مننا وقلنا له نزل لي هذا الملف هلا طبعا اعترض على التنزيل لانه ممكن يكون خطير بس انا بعرف انه هذا الملف ما في اي خطر فرح قل له allow download هلا صار هذا الملف موجود عندي وانا كمان نزلت ال الفيرموير اللي هي كانت النون فري طيب هلا صار في عندي ملفين طيب بهي الطريقه نزلنا الملفين الفيرموير الخاص بالهاردوير بالكامل والفيرموير الخاص بكارت الواي فاي اللي هو انتل بعدين جبت الفلاشة وفرمتتها بحيث انه يكون نظام الملفات فات 32 لانه هذا عطاني افضل نتيجة وحطيت هدول الملفين على الفلاشة لسه عندي فلاشتي الاساسية اللي في عليها طريقة التثبيت او ملف اس ISO لساها موجودة فرحنا حطينا الفلاشتين بالكمبيوتر بعد ما اقلعت وعدت عملية التثبيت من اول وجديد كمان وقت اللي وصلت لنفس هاي الشاشه رحنا لنهايه الصفحه وقلت له انه ولا واحد من التعريفات اللي هي اللي عاطيني اياها الصفحه اللي كانت بعدها عمال يقول لي انه اذا بده يحمل التعريفات من الـ من الفلاشه الثانيه، انا الفلاشتين موجودين عندي فقال لي انه بدك تحمل التعريفات من هي الفلاشه فرحنا وقلنا له يس، وبعدين اتعرف على الواي فاي وعلى الايثرنت، اخذ شويه وقت لحتى يعمل عمليه الاعداد بس اتعرف عليهم وطلع عندي انه لاقى الايثرنت ولاقى الواي فاي، رحنا بدنا نثبت النظام مع خيار الواي فاي فرحنا ال WL01 عطاني اسماء الشبكات اللي موجوده عندي، اخترت الشبكه اللي بدي اتصل فيها، اخترت طريقه الباسورد اللي بدي اياها، وعطيته كلمه السر وبعدين كملت تثبيت ديبيان بالطريقة التقليدية وما واجهتني أي مشاكل وبعد ما خلصنا كان في عندي ديبيان جاهز وشغال والواي فاي متصل بدون أي مشاكل جينا لحتى نشوف شو هي نسخة جنوم اللي نزلت عندي من الكويك Settings مباشرة راح تشوف انه نزل لي جنوم 43 وأح وانا موجود على ديبيان توقع انه ديبيان عليها جنوم 43 لو جينا للسيتنجز وجيت للاباوت راح شوف انه ديبيان عندي كرت شاشه انفيديا لسه هلا حاليا ما طالع عندي شو هو كرت الشاشه بس هلا بعد شوي راح نثبت تعريفات كرت الشاشه وشايف انه نسخه جنوم اللي عندي اللي هي النسخه 43 طيب لو جينا وفتحنا التيرمينال وقلت له يو نيم داش اي رح شوف انه في عندي الكيرنل 6 كمان ديبيان مع كيرنل 6 اللي هي اخر اصدار هذا اللي بيجعل التستنج نسخه مميزه عن غيرها بكتير طبعا هل هي مناسبة للجميع؟ أنا من وجهة نظري بفضل إني استخدم التستنج بس إذا كنت عمالي اشتغل على ديسكتوب أما للسيرفرات فأكيد لازم إنه الواحد يستخدم الستيبل طيب خلينا نشوف كيف بدي ضيف تعريفات انفيديا راح أشوف أنا موجود ضمن التيرمينال ورح اقول له سودو نانو او فيم او ايا يكن ورح افتح الملف التالي اللي هو سلاش اي تي سي سلاش اي بي تي Slash sources راح اعطي كلمة السر هلا بهاد الملف راح إجي لكل الأقسام اللي فيها البوك ورم الـ bookworm أو السورسز sources وراح ضيف بنهاية كل واحد من هدول راح ضيف non-free وراح ضيف contrib راح إجي للسطر اللي بعده كمان راح نضيف non-free وراح نضيف contrib رح اشي للسطر السكيورتي وكمان رح ضيف النون فري ورح ضيف الكونتريب رح اجي لاخر سطر كمان رح نقول له النون فري ورح نقول له الكونتريب رح نحفظ الملف باستخدام كنترول اكس واي وبعدين رح نقول له سودو ابت ابديت and and sudo apt upgrade بعد ما عملنا الابديت لحتى نزامن المستودعات وما في عندي اي تحديثات راح اقول له sudo apt install nvidia detect طيب هلا بعد ما ثبتتها راح اقول له nvidia داش ديتكت رح يقول لي انه كافة الدرايفرات بتدعم الكارت الشبكي، كارت الشاشة اللي موجود عندي ورح يقول لي انه الريكومندد اللي هي الانفيديا داش درايفر فرح نقول له sudo apt install nvidia داش درايفر هلا هي الرساله وقت اللي رح تطلع عندي معناها انه في عندي تعارض بين التعريفات مفتوحه المصدر اللي هي النوفو والتعريفات الجديده اللي ثبتناها فالحل الامثل لهي المشكله اني اعمل اعاده تشغيل للجهاز فرح نقول له اوكي رح يكمل بالتثبيت وبعدين بعمل اعاده تشغيل للجهاز وبهذا الشكل رح يكون في عندي ديبيان مع واي فاي شغال مع تعريفات انفيديا شغاله ومع الاصدار الاخير من الكيرنل والنواه وكل شي بدون ما يكون في عندي ضروره لاني استخدم اي ملف ايزو ان اوفيشال يا يكون الفيديو عجبكم بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبامان الله